هل انعكس هذا التراجع على الاهلي على المصري؟ الانديه برضه فعلا. ايوه على الاهلي المصري، الاهلي المصري الان ما هو بذاك الاهلي المصري المخيف، ولكن زي بنرجع للكلام اللي انا قلته قبل شويه، ولكن بيستغلوا بيلعبوا بتكتيك، بيستغلوا اخطاء الخصم، ودي كانوا عايزين يستغلوها في مباراه السنغال، ولكن السنغال لعيبه محترفين استغلوها في المباراه الاولى في الخطا اللي احرزوا منه الهدف، لكن تداركوا السنغاليين الاخطاء دي. نحن حنتكلم عن المباراه دي، نرجع للهلال. طيب انت ما انا بضرب لك مثل، انت حطيت تشكيلتك. أي. طيب الطريقه طريقه اللعب في الملعب، انت عشان تقدر تفوز على الهلال او تامن ظهرك اولا، المفروض تلعب بطريقه الرسم التكتيك ده. ما اقدر اقول لك حاجه، انا عندي فيري وصلاح عادل. حلو. كويس. في وسط الملعب. اي ديل في وسط الملعب، ديل هم اللي حيكونوا الارتكازات، كويس؟ انا داير اصنع لعب، حصنع لعب بمنو؟ حصنع لعب بعبد الرؤوف وجاجون. ايوه. صلاح عادل وفيري هم حيكونوا الارتكازات. الامام الدفاع. انا لما اجيب الشغيل ابطئ اللعب. الشغيل لاعب بطيء ما بيديك المردود السريع للكوره، كويس؟ انا داير لاعب سريع حرك لي الكوره، انا داير جون، كويس؟ انا داير افوز. بالتالي لازم يكون عندي عبد الرؤوف، عبد الرؤوف بالمناسبه لازم يكون لاعب، المباراه دي مباراه عبد الرؤوف، كويس؟ عبد الرؤوف وجاجون هم ديل اللي حيدوك الانتصار ان شاء الله. جميل.